80% الحل بتاعنا كان الفلاح، والحل بتاعنا كان عامله على انفسنا. عندنا أي. شمسنا وعندنا عندنا النهار تلقى مخلها واصل هنا تمويل ذاتي. انا نعرف وشفت في 2013 وفينا المره الثانيه وعلى فكره مضيقين علينا مش لا لا عدد كبير مرة من الغابات نتاع النخيل زاد مرة في دوز مرة اضعاف الاضعاف اللي كانت موجوده في من الاوقات لان ما عندنا حل. الصحراء هذه كان يلزم تعمل غرس كانت تعمرها تعمرها باش تثبت انت الزوره فيها بطبيعه الحال وتتوفر فيها كل المرافق. المشاريع اللي تعملت في رجيم معتوب والمحدث تبارك الله مرة مرة إنجاز كبير وإن شاء الله كي يولي ديوان تنمية الجنوب مرة الديوان هذا موجود تو يبدأ يخدم إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك.